ينضم إلي سيادة العميد ناجي ملاعب، هو الخبير العسكري. أهلا بك سيادة العميد وكل التحية. يعني ربما تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن المطلوب في هذا التوقيت هو دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي رقم 1701 ودعم الوحدة الوطنية. ربما هو طلب بشكل أو بآخر يعني مأخوذ في الحسبان على الساحة الدولية على الصعيد الأممي، لكنه أيضا في الوقت ذاته يجب أن نتجه إلى الأوضاع على الأرض. كيف أولا تقيم الأوضاع؟ هل تأثرت إسرائيل بالضربات التي تم توجيهها إليها؟ وأرحب بحضرتك مرة أخرى. عفوا، السؤال موجه لي العميد ملاعب. نعم نعم، اوكي، عفوا لانه كنت غيرت. نعم، طبعا يعني حزب الله وضع في استراتيجيته الاخيره التي قالها مينه العام الجديد الشيخ نعيم قاسم بان هي مرحله رباطه الباس، يعني الثبوت في الميدان وكذلك ايلام العدو. حتى اليوم طبعا لا مجال للمقارنه بين قدرات التي تمتلكها اسرائيل وقدرات حزب الله، ولكن يبدو ان حزب الله مصمم على البقاء في الميدان ولم يعد لديه ما يخسره. لذلك البقاء في الميدان والصمود في الميدان كما قال كذلك امين عام حزب الله بان هذا الصمود ليس لاسابيع فقط ولكن لاشهر، ولن ازيد، ختم كلامه، لن ازيد. يعني هناك اسباب صمود، يعتقد ان هذه الاسباب سوف ترغم العدو الاسرائيلي على مبدئيا محاوله قيام ردع ما بين القوى التي يمتلكها وما تفعله المقاومه. وقد فعلا يعني هي اثناء الشهر الفائت اطلقت بشكل كثيف يعني المسيرات والصواريخ على الجبهه، كان هناك ايلام فعلا للعدو، وكذلك على العمق في الداخل الاسرائيلي وصولا الى تل ابيب والى جنوبي تل ابيب. ماذا حصل؟ هل هذا كان مؤلما للعدو الاسرائيلي؟ اعتقد انه يتكتم، ان العدو يتكتم على خسائره، ولكن ان يقول رئيس الاركان منذ حوالي 20 يوم ان مهمتنا في لبنان يجب ان تنتهي خلال اسبوع او اسبوعين بعد ان حققنا اهدافنا، يعني هذا نتيجه الخسائر التي مني بها والاستنزاف الذي مني بها جنوده، وليس لتحقيق الاهداف. لم يتحقق من اهدافه اي شيء، لم يعد المستوطنون، بالعكس يعني خرج مستوطنون جدد الى الداخل الاسرائيلي، ولم يعد هناك وقف لاطلاق الصواريخ، بالعكس هناك زخات اكبر من اطلاق الصواريخ باتجاه الداخل المحتل. طيب سيادة العميد، يعني الحقيقة الحديث حول الأوضاع على الأرض ليس فقط الخسائر هي التي تحكمها، وإنما كم حققت أو إلى أي مدى حققت دولة الاحتلال أهدافها الاستراتيجية؟ هل باعتقادك كما ذكرت وسائل الإعلام وبعض المسؤولين الإسرائيليين انه اوشكنا على انهاء العمليات البريه، وهل بالفعل ام ان اسرائيل او دوله الاحتلال تريد ان تجد منطقه حدوديه عازله ان تقيمها، وبالتالي يعني تكسب ارضا او تحتل ارضا جديده في داخل لبنان؟ صحيح، يعني عندما بدات عملياتها البريه بدات بلواء النخبه، بحيث ان لواء واحد فقط يستطيع تامين دخول القوة النارية والبقاء على الأرض. خمسة فرق استخدم العدو الإسرائيلي من لا أقل من 60,000 جندي لم يستطع البقاء في الأرض سوى الدخول والخروج إلى بعض القرى والتصوير ووضع العلم وسحبه في اليوم التالي. بالتالي هذه المنطقة التي قرر أن يستعيد عن البقاء في الأرض بأرض محروقة، قام بأرض مكشوفة، يعني دمر كل ما يعترض طريقه او مشاهدته او رصده على مسافه 5 كيلومترات من
الخط الأزرق، ولكن هذا لم يفده، ما زالت الصواريخ تطلق والمقاتلون يتقدمون إلى هذه المنطقة ويطلقون صواريخهم ويتصدون لأي توغل إسرائيلي. اليوم العملية الثانية التي بدأها يعني بدأت بخسائر كبيرة، يعني 4 عناصر لحزب الله في مكان واحد أخروا التقدم 24 ساعة وقتلوا من جنود العدو 6 وجرحوا 4 منهم 3 ضباط. بالتالي يعني هذا التقدم، هذا التوغل، إذا 5 فرق لم تنفع في هذا التوغل، اليوم لم يستطع حشد سوى 3 فرق فقط، 3 فرق ومنهم معظمهم من الاحتياط، ومن الاحتياط بعضهم من الإداريين. لذلك الصرخة على المستوى العسكري صرخة كبيرة، ولكن المستوى السياسي بظل هذه الحكومة اليمينية لا تسمع للمستوى العسكري. أقالت وزير الأمن، وزير الدفاع، وهدد كذلك غليبي بالإقالة، وما أجبره الانصياع إلى العملية البرية الثانية. قد يتقدم العدو، اليوم هناك ممكن تقدم باتجاه شمع على الحدود البحرية، ولكن صدبة ودبابة رأس الحرب المتقدمة احترقت، أحرقت وأصيبت، وبالتالي هو قد تراجع في هذا المكان. لذلك ممكن أن يتقدم، ممكن أن يصل إلى بنت جبال الذي يخصفها بشكل عنيف جدا، ولكن الصمود في الأرض، البقاء في الأرض صعب عليه، لن يستطيع وضع قدمه في الأرض اللبنانية حتى يفاوض عليها. وهذا ما عجل بالكلام عن هولكستاين سوف يعود إلى لبنان، وبالتالي يعني إرسال وفود إلى موسكو لوقف تدفق أسلحة إلى حزب الله. يعني الوضع الداخلي الإسرائيلي العسكري مربك، لكن الوضع السياسي يبدو أن أحلامه كبيرة وتكلف الوضع العسكري كبير، جهدا كبير. نعم. طيب سيد العميد، دعني أسألك عن الدور الإيراني، لأنه ربما قامت إيران بشكل أو بآخر بدوره، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، لكن ظهر أيضا من المشهد أو من المتابعة أنه التعويل على قوة إيران وأنه قد تلعب دورا حاسما أو أنها تحدث فارقا حقيقيا لا يمكن التعويل عليه بشكل كامل. هل تعتقد أنه هذا دور يتقلص أكثر في المستقبل في نظرك عسكريا أتحدث؟ عسكريا عندما يعني درس الإيرانيون يدرسون الوضع قبل القيام بتورط عسكري، طالما أن أذرع إيران تتورط وتبقى هي بعيدة، هذا عمل يعني هذه استراتيجية هامة. ولكن عندما أصيبت قنصليتها تدخلت، وكذلك درست الرد على اغتيال إسماعيل هنية، حتى إذا كان هناك رد أو غير رد، ولكن اغتيال قيادات في حزب الله وصولا إلى أمينه العام السيد حسن نصر الله أجبر الإيرانيين بالرد، وعندما ردوا استشخف الإسرائيلي أن هذا الرد لم يحصل على أي نتيجة سوى يعني قتل فلسطيني في رام الله. يعني هذا ما جرى، يعني اعتداد بالنفس ومكابرة بعدم الاعتراف. لكن ليبعوث أحرموت بعد حوالي 10 أيام قالت أن الخسائر كبيرة، وأن الرد الإيراني أحدث يعني ضررا كبيرا في 10 مواقع ومنها قاعدتان جويتين. اضطر الإسرائيلي عندها إلى الرد. كمان الإيراني حاول أن يستسقف هذا الرد ويقول جرح أو قتل جنديان، غير صحيح. السلية الصاروخية الإسرائيلية من سماء العراق 100 طائرة أطلقت 600 صاروخ. هناك كلام جديد عن أن منشأة بارشين للأمن النووي كذلك أصيبت، يعني هناك تورط إيراني لا تستطيع إيران الهروب منه. اليوم الوضع الاستراتيجي الذي رسمه الإسرائيلي أن لا يكون هناك أسلحة نووية خارج أو غير صديقة لإسرائيل، هذا هو الهدف الأساسي وهذا هو الهدف الاستراتيجي. ما يظهر من الرئيس المنتخب في أمريكا بأنه يعني كل ما عينه يبدو أنه عينه على طهران، وبالتالي ممكن أن يسمح لإسرائيل خلال هذه الفترة بقصف طهران أو يعني تحقيق هدف استراتيجي يسعى إليه بشكل دائم. لذلك الموضوع الإيراني متعلق بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية أو عدم موافقتها على ضرب إيران. الأذرع الإيرانية
طبعا إيران تقاتل بأذرعها وتمدها بالأسلحة بشكل دائم، ولكن عندما يصل الأمور إلى إيران أعتقد أنها تعيد دراسة الوضع ولا تدخل إلا إذا كان لها مصلحة في ذلك. طيب بما أننا على يعني ذكرنا أو أتينا على ذكر موقف الولايات المتحدة وخاصة مع انتقال السلطة إلى الرئيس ترامب والجمهوريين وهم ربما يعني يميلون أكثر لفكرة توجيه الضربة كما ذكرت حضرتك، لكن في الوقت ذاته هل تعتقد أنه التواجد الأمريكي العسكري في المنطقة يزداد يصبح فاعلا يدخل طرفا في العمليات الحربية أم ماذا؟ طبعا يعني اذا كانت هي لقصد منشات نفطيه ومنشات نوويه لا تستطيع الطائرات الاف 35 او الاف 15 او 16 الموجوده لدى القوات الجويه الاسرائيليه لا تستطيع القيام بهكذا هدف، لانه المفاعلات النوويه ومعظم البرنامج النووي هو منشات تحت الارض ومحصن، يعني استخدام الطائرات الفاجفه الاستراتيجية البي 52 إلى المنطقة أعتقد أن هذا هي رسالة لطهران بأن إذا ما كانت يعني سوف تساعد سوف تقوم بالرد على العمل الإسرائيلي الأخير، يعني البي 52 جاهزة للتعامل يعني للتدخل المباشر في هذا الاتجاه. أعتقد أن هذه المرحلة من بقاء بايدن في السلطة وقبل انتقال السلطة هي مرحلة حاسمة وكبيرة قبل استلام السلطة الجديدة لمقادير الأمور، بالتالي ممكن أن يكون هناك استغلال للدعم الكبير الذي تنعم به الولايات الإسرائيلية من قبل الولايات المتحدة وتقوم بضرب المفاعل النووي الإيراني أو برنامج حتى إذا كان لا تستطيع ضرب المفاعلات. وهل في هذه الحالة تدخل إيران طرفا يعني رغم توجيه ضربة إليها، لكن إذا كانت الولايات المتحدة هي من توجه الضربة هل تستطيع إيران في تقديرك في نظرك أن توجه ضربة لقطع عسكرية؟ يعني ربما أتحدث عن سيناريو بعيد لكنه أيضا ليس بعيدا للغاية، يمكن أن يكون قريبا. هل تستطيع إيران الرد على الولايات المتحدة أم ماذا؟ يعني أنا لا أتكلم بالفرضيات بقدر ما أتكلم بالمعلومات والوقائع، مشان هيك سردنا بعض المعلومات وبعض الوقائع التي حصلت. ولكن اليوم طالما أن إسرائيل تنعم بهذا الرد الأمريكي بهذا الدعم الأمريكي قبل أن يتسلم السلطة الرئيس الجديد، الرئيس الحالي ينفذ ما ترغب به إسرائيل، يعني اليوم إسرائيل تقرر والسياسة الأمريكية تلتحق بها. هل المقبل الرئيس المقبل لم نقرأ له التزاما معينا تجاه إسرائيل سوى أن القول أن خلص قبل ما استلم السلطة كما قال لي نتنياهو أتمم عملك مهمتك قبل أن تسلم السلطة. يبدو أن المصلحة الأمريكية في المنطقة هي رقم واحد ومن بعدها الطموحات الإسرائيلية في المنطقة، يعني هذا التوقع نتيجة ما نقرأه من تصريحات صادرة من الرئيس أثناء الحملة الانتخابية، ولكن ربما يعني يتغير الرئيس. نعم. بايدن يعني الرئيس ترامب هو نفسه الرئيس ترامب السابق أم أن الأمور تغيرت كما تفضلت ربما يتم تغيير الاستراتيجية الأمريكية؟ تمام أفهم، يعني فقط هو يعني أعتقد أن الولايات المتحدة إذا قررت أن تتدخل أو لا سيعتمد أيضا جزء من التقدير على إذا كانت إيران سترد أم لا وحجم هذا الرد، لأنه يعني أنا أفترض السيناريو لمعرفة ماذا يمكن أن يحدث في الأجل القريب ربما. شكرا جزيلا لحضرتك سيادة العميد، شرفتنا. شكرا جزيلا العميد ناجي ملاعب الخبير الاستراتيجي، كل تحياتي إليك.